نتكلم عن بشكل عام ازاي نقدر نحافظ على وزننا. تمام. طبعا اهم حاجه لازم نفهمها قوي ان انا لما اخد القرار الرياضه لازم اعرف ان انا قدام مبدا. يعني اول مبدا الرياضه مش بس مجرد ان انا هشتغل عليها علشان اعمل نزول للوزن، لا، الرياضه مبدا حياه عشان اقدر احيا حياه صحيه. في كتير من الناس بيبداوا يخشوا في مرحله الاحباط لما بيبدا اول اسبوع او اتنين من الرياضه وما يجيبش نتيجه. خلينا الاول نفهمهم بتتم ازاي. الجسم فيه وقود، الدهون، الجلايكوجين، السكر، الزايت. طبعا كلنا عارفين ان احنا اصلا نص معلقه سكر تكفينا، بس طبعا كتير مننا بياخد 3 و4 معالق بالظبط، ففي سكر زايت. الجسم لما بيجي يحرق الوقود ده هياخد اني مخزن من الوقود اللي هيبدا يحرق منه؟ هياخد الاسهل. ما انت في فترات طويله احنا عايشينها مش لايف ستايل، لا بنعمل تمارين رياضيه وبناكل كربوهيدرات بشكل عالي، بنعمل وجبات متكرره على مدار اليوم، فاحنا اصلا عملنا مشاكل صحيه لنفسنا. طيب اللي بيخلي الجسم يبتدي يدخل على مركز الدهون، على مخزن الدهون ويحرق ايه؟ الانسولين، نتيجه العادات الخاطئه. يعني خلينا بقى كده نوضح اكتر. ماشي. يعني في تمارين ان احنا بنقول ان في نظام غذائي وفيه ولازم ممارسه للرياضه. تمام. طبعا طبعا. فخلينا الاول بقى قبل ما نخش في الانسولين والقصص المهمه دي برضو قوي، نبدا الاول بالنظام الغذائي. ممكن ننظم حياتنا ازاي غذائيا؟ وده بيفرق من كل جسم وجسم ولا بالظبط؟ ده بيفرق من جسم لجسم تاني حسب الوحده التدريبيه وحسب هو مجهوده وعامل ازاي. يعني اجعل طعامك يوازن نشاطك، لازم يكون في نسبه وتناسب بين المجهود اللي انا بعمله وبين اللي انا بخرجه او اللي انا باكله. ما ينفعش ازود اللي داخل الجسم عن الطاقه اللي انا بحرقها وبخرجها. ونرجع تاني لنفس الفكره، لما باجي فترات طويله بفضل ماشي على عادات غذائيه خاطئه او ان انا ما بلعبش تمرين خالص، بيحصل الجسم عمليه مقاومه. لا، وبتزيد طبعا في مقاومه، وبيحصل حاجه اسمها مقاومه الانسولين. خلال فتره مقاومه الانسولين الجسم بيبتدي ما يحرقش بالكفاءه الكامله، ويبتدي الجسم يحصل له مقاومه. طبعا عايزين نبدا الاول نصلح الخلل اللي حصل في الجسم، وبعد كده اجلا او عاجلا الجسم هيبدا معدل نزوله يزيد تاني. يبقى اذا في تمارين لازم يبقى اذا احنا لازم نتفق على مبدا ان الرياضه قرار، طالما اخدته لازم اكمل فيه، واركز على ان انا بدات الرياضه عشان الصحه، صحتي تكون افضل، فده هيكون بشكل تدريجي وما زهقش مع الوقت. مثلا طبعاً ان هو طبعاً في اسبوع ولا اتنين ان انا خلاص كده هنزل الوزن اللي انا عايزاه، هو اللي اتعمل في سنين هينزل بين عشيه وضحاها. بس طبيعي كل حاجه تاخد ستيب باي ستيب.